السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ بخير هانين. اليوم غادي نوجد معكم واحد الحليوه سهله مهله، حلوه الريشبوند الغنيه عن التعريف من يد ماما العزيزه. كنحتاجو ليها 4 ديال البيضات، كاس سكر سنيدة، جوج فاني، جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، شوية ديال القشور الحامض كيعطيو لها واحد المذاق زوين. كنخلطو هاد المقادير كلها بيدينا حتى كدوب لنا سنيده. بغيتو تستعملو الطراب استعملوه، غير دوب سنيده. وغادي نزيدو شويه غادي نزيدو كاس الزيت، العبار كناخدوه بكاس العنبه، بعد ما كدوب سنيده كما كتشوفو نضيفو الزيت. نعاودو نخلطو باش دخلنا الزيت في هاد المقادير. غادي نضيفو جوج خمارات من فئة 8 غرام، وغادي نضيفو الدقيق شوية بشوية حتى كيتجمع لنا الخليط أولا العجينة كتكون مرخوفة شي شوية باش هاد الحليوة كتجينا هشيشة. ما كاين ما احسن من اليدين نخلطو الحليوه ديالنا بيدينا، كتحسي بالمقادير وكتحسي يعني العجينه فين وصلت، واش رطبه واش. بعد ما كتجمع لنا العجينه كما شفتو كنشكلو منها كويرات توسطين، كندخلها للفران سخون وكنقص عليها العافيه مزيان. ها هي من بعد ما خرجت كنكون سخنت الكونفيتور ديال الحلوه داك لي سائل، كندوزها في الكونفيتور يكون سخون وهي تكون بارده، كندوزها في الكوك كنفندها في الكوك كما كتشوفوا، وكنقدمها بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم، وهاد التشكيلات هادو ديال الصابلي ساهلين. لا بغيتوهم خليهم لي في التعليقات، ندير لكم عليهم فيديو.